لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم فإن الاتباع هو أحد أهم أصول الدعوة السلفية، ويعني هو جوهر يعني الاتباع، هو لازم التوحيد وجوهره. فأنت تقر وتدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهنا توحيدان: توحيد المعبود الشهادة الأولى تدل على توحيد المعبود، والشهادة الثانية توحيد الطريق المؤدية إليه، ألا تعبده إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قضية الاتباع قضية كبرى، يعني تشمل يعني بنتناول أجزاء منها في مواطن متعددة. فبالنسبة لمنهج الاستدلال بيبقى القضية دي حاضرة معنا جدا في لزوم اتباع الكتاب والسنة، ودايما الإشكالات مع الفرق المنحرفة في مسألة حجية السنة، فده جزء كبير من قضية الاتباع، إثبات حجية السنة وأنها شارحة وموضحة للقرآن. فذا عموما هذه المرجعية بصفة عامة جزء من قضية الاتباع. من قضية الاتباع أيضا قضية تحكيم الشريعة، بل إن هي قضية يعني إحنا ممكن قضية تحكيم الشريعة أخذناها بمعناها العام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمش الجزء اللي هو بيحتاج فيه الخصوم إلى أن يلجأوا إلى القاضي، أو الجرائم اللي لها عقوبات من حدود أو تعزيرات فبيكون أمرها إلى القاضي، الأمر أعم من كده. لكن حتى هذا الجزء اللي هو بينصرف إليه الذهن لما بنقول الحاكمية أيضا هو جزء من قضية الاتباع. من قضية الاتباع أيضا يعني الالتزام السنة وترك البدعة، يبقى دي كلها فروع لقضية الاتباع، الأصل العظيم من أصول هذا الدين، ومن ثم هو أصل من أصول هذه الدعوة. يبقى قضية الاتباع لها فروع كثيرة كما ذكرنا بنتناولها في مناسبات متعددة، منها قضية التحذير من البدع. قضية التحذير من البدع يعني فيها يعني كثير من الكتابات، احنا اخترنا على يعني رسالة مختصرة للشيخ الفوزان بعنوان البدعة تعريفها أنواعها أحكامها، يعني سنتناولها إن شاء الله بالدراسة في هذا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. بيتناول في الفصل الأول تعريف البدعة، بيبدأ بتعريف البدعة في اللغة ثم بتعريفها في الشرع، وبيبين لنا أن البدعة في اللغة هي الاختراع، أو هي ما أحدث على غير مثال سابق، وإن هذا هو المعنى العام للبدعة. وبيقول إن يعني بعد بيان المعنى، لا مش يعني ممكن حضراتكم تقروا الرسالة بعد كده، بس ده مش هنلتزم بنص بقراءة النص عشان ده الوقت يعني. فإجمالا البدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، أو هي ما اخترع، أو هي ما أحدث. ده كله احنا نتكلم على المعنى اللغوي. طيب المعنى الشرعي للبدعة هو نفس المعنى اللغوي، بس تضيف إليه قيد صغير جدا وهو في الدين بس، ويمكن ده هيحل لنا كتير من الإشكالات اللي بيثيرها من يتمسكون بالبدعة. بيقوم واخد البدعة بالمعنى اللغوي ويقوم يجيب العلماء اللي اتكلموا على البدعة بالمعنى اللغوي، فيبقى أكيد هيبقى منها أشياء حسنة وأشياء إيه مذمومة، ويقوم مطبقها على البدعة في الدين، ويبقى عايز يقسم البدعة في الدين.
وده يبقى أنا هتكلم عن البدعة في اللغة الاختراع المخترع المحدث ما أحدث على غير مثال سابق. طب البدعة في الدين هو نفس التعريف بس لكن هنضيف إليه قيد إنه إيه؟ إنه في الدين. ولذلك وده اللي اختاره المصنف وده اللي اختاره شيخ الإسلام تيمية اختاره الإمام الشاطبي ونحو ذلك. وفي من اختار إنه هو يبقي التعريف اللغوي وحنشوف الفرق بين طريقة التعامل كل منهما مع المسألة. فبعد ما عطلنا تعريف البدعة لغة قال والابتداع على قسمين، ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة، وابتداع في الدين وهذا محرم. احنا عندنا في دراسة العلوم الشرعية متعودين على عبارة بنقولها كتير، نقول مثلا ايه لا مشاحة في الاصطلاح، في مواطن كده نقول الخلاف بين العلماء خلاف لفظي في مسائل معينة يعني، ولكن هذا لا يمنع ان يبقى في اصطلاح اوضح وادل على المقصود من الاصطلاح. الاصطلاح اللي من الاول بقول لك البدعة اللغوية ثم اخد البدعة في الدين لوحدها هيخلي المعنى واضح جدا ويخلي المسألة والبدعة في الدين محرمة، يبقى خلصنا كده. وده هيكون اكثر تعظيما للأدلة. ليه؟ لان الأدلة جت عامة، كله بدعة ضلالة، احنا عارفين كل من الفاظ الايه؟ العموم. يبقى اذا لما الحديث استعمل اللفظ العام الأولى في الاصطلاح أن يجاري الحديث مش يجاري الايه؟ اللغة. ومع هذا فلو من جرى اللغة هيحتاج بقى أن ننظر في كلامه وما ترتب على أنه بيكلمنا على البدعة في معناها اللغة. طب احنا غيرنا اللغة؟ لا ما غيرناش، بس من الأول مهدنا زي ما بنقول الصوم في اللغة الإمساك وفي الشرع إمساك المخصوص والصلاة الصلة أو الدعاء أو كذا، وفي الشرع يعني العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. الأجود في طريقة العرض والأوفق اللي هيجعل الكلام اللي بنعرضه متوافق مع الأدلة بلا عناء، هنعرف البدعة لغة وبعدين نقول خلاص احنا معنيين الشرع خاطبنا بأن كل بدعة ضلال، وبين هذا صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين هذا في أنه قبل حفر الخندق وأخذوا من فارس وأن عمر رضي الله عنه أدخل الدواوين. فمجموع الأدلة دي نقول يبقى كل بدعة ضلالة، بدل ما قيد كل بقيد من عندي، لا هو القيد معروف معهود اللي هو كل بدعة في أمرنا هذا، يبقى كل بدعة. الحديث الثاني بيد في أمرنا هذا، يبقى كده مش محتاجين نفصل ويكون أوضح في النهي عن البدع والتحذير منها، وده الموافق لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يحذرنا كل بدعة ضلالة ويجعلها في خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها صلى الله عليه وسلم أمره كله، ويخليها في الموعظة العظيمة لحديث العرباد بن سارية رضي الله عنه وأعظم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أنه أمور محدثات الأمور؟ فإن كل محدثة بدعة، إنه الأمور التي في الدين، يبقى الحديث والنصوص يفسر بعضها بعض. يبقى هذا المسلك في عرض الباب أجود. طب لو حد قال لي أنا متمسك بالبدعة اللغوية مفيش مشكلة، بس هنفضل حذرين جدا وإحنا بنتكلم على أقسام البدعة بعد ما إحنا مسكنا البدعة اللغوية، بس متى سيأتي الكلام على البدعة في الدين وسط أقسام البدعة اللغوية الكثيرة؟ هنا ما هو من الأول قال البدعة اللغوية، طلع كل اللي هو قال إنها الإيه؟ العادات مش داخلة معنا، واتكلم معنا في الإيه؟ في العبادات، فكل بدعة
فالبدعة في الدين حكمها أنها إيه؟ محرمة. قال لأن الأصل فيه أي الدين التوقيف. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مسألة مهمة جدا، ماذا تعني الأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات الإباحة؟ وهل دي قاعدة فقهية يعني فرعية كده، ولا قاعدة من الأهمية بمكان؟ القاعدة دي قاعدة من أهم قواعد الشريعة. ليه؟ الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية علمنا أنه بكى عمر رضي الله عنه، وعلم أن هذه نعي من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم. الدين اكتمل، إذن إيه يعني؟ اقترب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فدي نحن على يقين من هذا. نصوص الدين محدودة، آيات القرآن معروفة، والأحاديث مهما قلنا عددها هي في الآخر أقوال قالها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها الصحابة. فنصوص الدين محدودة، وقائع الناس لا تنتهي. غير انها لا تنتهي، ان مثلا تيجي في باب واحد من ابواب الصلاه، واحد مش عارف نسي الفتحه، والتاني نسي القراءه، وده نسي الركوع، وده بدل الركوع مع السجود، مع ان النصوص الوارده في سجود السهو وقعتين ثلاثه او خمس وقائع مثلا. لا، في بقى حاجات جديده، اختراعات يعني، طرق علاج طبيه، مش عارف ايه، يعني أحوال وسائل عقود في المعاملات وصيغ تجارية، وقائع الناس لا تنتهي. ودي الحجة اللي العلمانيين بيدخلوا منها لكي يطعنوا في صلاحية الشريعة التطبيق في كل لكل زمان وإيه ومكان. وده اللي بندندن عليه كل مرة ولا نمل من تكراره، لما بييجوا يقولوا طلبة الفقه يقعدوا يحفظوا أقوال الفقهاء ومن غير دليل، وبعدين ياخدوا الدليل على قده كده بدون توسع في وجه الاستدلال، وتطول الأعمار جدا. وأنا عندي العلمانيين عمالين يطعنوا في الشريعة، هعرف أجاوب إزاي؟ ده لازم أنا، طالما الإنسان أعطاه الله عز وجل آلة العقل والفهم، من أول مسألة نحاول نخليه يفهم الكلام ده عشان يعرف يتعامل مع الناس اللي بيطعنوا في الإيه؟ في الشريعة. الحاصل إن نصوص الشريعة محدودة، ووقائع الناس إيه؟ غير محدود. والله عز وجل بيّن لنا أن الدين قد اكتمل. مقتضى هذا أننا أن ما من مسألة ستجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحكمها موجود في نصوص الشريعة. طب موجود إزاي؟ عشان في حاجة اسمها القياس، علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان في حاجة اسمها ان في حكم اي مفترض لكل نوع من المسائل، ماشي، اللي هي انه نقول اصل في العبادات التوقيف والاصل في المعاملات الاباحة. الشرع دلنا على هذا، دلنا على، امتن علينا الله عز وجل قال: والذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه. فالعلماء اخذوا من هنا ان المنه تكون بشيء فيه منفعه، يبقى اذن الاصل فيما في الارض انه منه من الله، اذن يبقى ينفع ايه؟ ننتفع به، الا ما حرمه الدليل. يبقى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم مفيش مشكله، هيجد مسألة الأول هنصنفها دي عبادة ولا عادة. طب هو التصنيف عبادة ولا عادة دي مشكلة؟ لما تطرح عليا مسألة عايز أعرف هي عبادة ولا عادة، العبادة تفعل بقصد التقرب إلى الله أصالة. أنت بتصلي ليه؟ تريد اسقاط الفريضه اللي عليك. طب تصلي النافله ليه؟ تريد الثواب. لا، العباده تفعل من اجل الثواب. الاكل والشرب، انت عطشان عايز تشرب، هتلتزم بالسنه في الشرب. ده هنا ده احنا بنقول ده جزء من العباده، لكن اصل الفعل تصنيفه ايه؟
عادي. يبقى كل الحاجات اللي الانسان بيفعلها لمصلحة نفسه دي عادي، والحاجات اللي هي انت تريد بها لا يراد بها التقرب اصالة دي ايه؟ عباد. العبودية بمعناها الشامل داخلة في الاثنين عشان ما تتداخلش، لكن العبادة المحضة خلاص لها وجه عبوديتها، والعادة التزم فيها بالضوابط الشرعية. العادات دي اللي العلماء قالوا الاصل فيها الاباحة، الدليل الشرعي دل على كده، وفعل السلف دل على كده. وعشان كده برضو بيهمنا جدا بنأكد على ان الدين لا يفهم على الوجه الصحيح الا لما نقول الرجوع الى الكتاب والسنة لفهم سلف الامة. طبعا فهم السلف له فوائد كتيرة جدا، يعني مش ده مجال بيانها، لكن منها انه الفترة التي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبان لنا بقى ايه هم فهموا الشرع تماما، وجعل الله عز وجل ايمانهم ميزانا لايمان من امن بعدهم، فقال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. جزء مهم جدا هم تعاملوا ازاي مع حد زود حاجه في عبادته، عشان نعرف احنا يبقى الفهم تعاملوا ازاي لما طرح عليهم يدخلوا الدواوين ومش عارف ايه ويغيروا بعض النظم الاداريه، يبقى هنعرف من هنا. يبقى هذا الكلام حتى لو الادله فيه يعني ليست من يعني تامه الوضوح بالنسبه للمتاخرين، هيعضدها كيف ايه فهمها السلف وكيف طبقوها. يبقى انا عندي الدين كامل مع ان نصوصه محدوده، ومن كمالي ان في حكم لكل مساله ستستجد، وهذا لامور جعلها الله عز وجل في الشرع تمكن الامه عبر علمائها ومجتهديها من معرفه احكام كل ما يجد له. ومنها ان الله بين لنا حكم المسكوت عنه، حكم الايه الذي لم يرد ذكره. والله المسكوت عنه في باب العادات مباح، المسكوت عنه في باب العبادات من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى انا عندي قاعدتين بيكملوا بعض. بيبقى انا لما بيجي حد يطرح عليا اي مسألة نشوفه هو الغرض ايه، يقول التقرب الى الله، نقول له الباب ده مقفول تماما، ده خلاص ده باب عبادات، والعبادات شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، شرع الله عز وجل على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهت القضية. طب في باب العادات نشوف منهي عنها بعينها وارد، طب داخله تحت عموم نهي، لو ما لقيناش كده طب داخله تحت عموم نهي ممكن نلاقي، لو لقينا يبقى منهي عنها، ما لقيناش طب هل تشترك في العله مع شيء منهي عنه، وارد نلاقي، او ما لو ما لقيناش خلاص تبقى ايه مباح. هو ده الاصل، خد بالك برضو هنا بقى يعني القواعد الشرعية يكمل بعضها بعض. فمن ضمن ان سيأتي اشياء ايه فايدة العموم وفايدة وفايدة القياس، العموم ده عموم لفظي والقياس شبه العموم بس من جهة تعدي العلة، ان دي كلها اشياء ان الله تبارك وتعالى يبين لنا الحكم معللا، عشان لما يجي مسألة جديدة تشابه المنصوص عليها، وإلا كان يبقى حمل الدين صعب. أنا الله تعالى يقول لك سيكون هناك سيارات، فالإنسان محتاج يوصف للناس السيارات عنه، يقول لهم دي مباح، طب وكمان طائرات ودي مباح، وكمان مش عارف ودي مباح، لا. فالشرع هنا بيبقى عندي في أحكام الشريعة، طيب وهيبقى في مثلا التبغ ده محرم، لا ما هو ده داخل تحت عموم ايه لا ضرر ولا ضرار. تقول لي طب هو العموم مراد للاعيان اللي كانت موجوده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم والتي ستوجد بعده، اقول لك او انت بتتكلم على عموم قول
واحد من البشر ولا قول الله عز وجل؟ قول الله عز وجل، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، والله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وخاطبنا بالتزام هذه الشريعة. يبقى العموم ده يفضل لو جت أعيان جديدة داخلة فيه تاخد إيه؟ تاخد حكمه. فهمنا المسألة ديت؟ يبقى إذن عندي الأصل في العادات أو المعاملات الإباحة، دي قاعدة كلية من قواعد الشريعة. وعشان طبعا يعني خصوم السنة لما بيجي عايز يقول للناس إيه، يهون عليهم شأن البدع، فيقولك ما أنت لو عملت اللي بيقولوا عليه المتزمتين يبقى هتبقى مش عارف العربيات بدعة وهيبقى إيه بدعة، ده جهل منهم. واحنا مش بنقول ان الاصل في المعاملات او العادات الاباحة لكي نهرب من ذمهم، لا، دي قاعدة كلية مهمة جدا في شرع الله تبارك وتعالى كما ذكرنا. يبقى اذن من ضمن قواعد كمال الشريعة ومن ضمن وصلاحياتها لكل زمان ومكان، وان تبقى نصوصها تتضمن احكام وقائع لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عندي حاجات يعني جعلها الله تبارك وتعالى في نصوص الشريعة من النصوص العامة ومن تعليل الأحكام، وكمان من وجود قاعدة للمسكوت عنه، فالمسكوت عنه في باب المعاملات مباح. وأيضا أؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم إيه، وسكت عن أشياء فهي عفو فلا تسألوا عنه. يبقى إيه، المسكوت عنه في المعاملات مباح، والمسكوت عنه في العبادات من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. يبقى هنا ده خلاصة الباب وخلاصة المسألة بمنتهى الوضوح. أنا في ما أن الشرع بين لنا أحكام ما يجد من أمور، بأنه ما يجد. هنا ليه بنقول الأصل في المعاملات الإباحة وما نقولش إن كل ما يستحدث منها مباح؟ قلنا لأنه ممكن يطلع محرم نتيجة إيه؟ إنه يدخل تحت عموم نهي، أو إنه يشترك في العلة مع شيء إيه؟ منهي عنه. وبنقول الأصل لما ندور على دول لو ما لقيناهمش يبقى هنقول إيه؟ أنه مباح. أما العبادات فالأصل فيها التوقيف، وبالتالي أي عبادة جديدة احنا هندور، اي حد بيقول عباده هندور على مستنده، لقينا دليل من الكتاب والسنه اذا فهي عباده، والا فتبقى مردوده لانه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب يعني قبل ما نكمل عشان نكمل الصوره الكليه، عندي حاجه وسط بين العبادات والعادات دايما بتعمل اشكالات، وهي وسائل العبادة. وسائل العبادة، ويعني الراجح يعني بعض العلماء بيلحقها بالعبادة، وبعضهم بيلحقها بالعادة، وبعضهم بيقول بعض وسائل العبادة قريبة جدا من العبادة ذاتها فهي أولى بأن تلحق بباب الإيه؟ العبادات، وبعضها قريب جدا من العبادة فألحق تلحق بباب العادات. لكن نقول وسائل العبادة إذا كان هي ذاتها ما فيهاش نية التعبد، وغاية ما فيها أنها توصلني للعبادة ولم تؤثر على العبادة، إذا استحدث فيها شيء لا يؤثر على العبادة ذاتها فيتطبق عليها قاعدة الأصل في العادات الإباحة. يبقى هنا وبشرط أن اللي يعملها يكون مدرك، لأن وسائل العبادة هتبتدي تاخد نوع من أنواع الترغيب والطلب، هيبقى لابد حينئذ أن ندرك أن إذا طلبناها أو رغبنا فيها أو كذا أو كذا فمن باب أنها وسيلة قابلة للتغيب. إذن لما في طبعا وسائل عبادات أجمعت الأمة عليها، جمع القرآن، كتابة كتب العلم، الطباعة، وبعدين لما وجد مكبرات الصوت، الوسائل
تسجيل الدروس سواء بقى شرائط الكاسيت ثم وسائل الكمبيوتر والإنترنت وغيرها، وكل دي أنت ممكن بتسجل بها القرآن عشان تحفظ القرآن. حفظ القرآن عبادة ودي وسيلة له. فوسائل العبادات طول ما هي غير مؤثرة على العبادة فهنعاملها معاملة إن الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. في بعض يعني الاتجاهات الإسلامية بتقول إن وسائل العبادة الأصل فيها التوقيف. ومع هذا فلا نكاد نعرف أحدا التزم بهذا، لأنه لو التزم بهذا يبقى امتنع من أول إيه؟ التصنيف والتأليف. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ممن يقول إن وسائل العبادات توقيفية. الشيخ الألباني مبالغ جدا في سد الذرائع، وبيعترف بكده. يعني دايما لما لا تسارع إلى أخذ العنوان اللي الألباني وضعه الكلام، يعني هو ساعات يضع عنوان وهو نفسه إيه لما يشرحه يخالفه. فقال ما هو نحن نقول وسائل العبادة توقيفية، مع أننا نسافر إلى الحج بالطائرة ونكتب المؤلفات ونحو ذلك، فهي ليست توقيفية بإطلاق، هكذا ده نص كلامه. ولكن نخشى أن نفتح الباب ونقول أنها ليست توقيفية فيأتوننا بلعب الكرة وكذا وكذا، يعني ويجعلونها من العبادات. هو بيشير إلى الأنشطة الشبابية اللي ممكن بتعمل، أنت بتقول ده نوع من تأليف الناس ونحو ذلك. دي الخطأ لا يعالج بخطأ، اللي بيعمل كده ده لك فيها نية، هي معاملات والأصل فيها الإباحة، وكونك عملتها تأليفا لقلب الناس أو كونك تجد أن الحرام قد انتشر والناس عشان تحصل على حظها من التريد أو من الترفيه أو نحو ذلك لا سيقع في الحرام، فأنت تحاول أن توفر له وسيلة لأن يجد هذا في الحلال. دي في حد ذاتها عبادة، أنك يسرت المباح، يبقى الشيء ما زال حكم أنه هو إيه؟ مباح. لكن العبادة منك هو تيسير المباح وإغلاق باب الحرام أو تضييق باب الحرام. يبقى إذن وسائل العبادات الراجح أنها بتطبق عليها قاعدة المعاملات أيضا، ودي من مسائل اللي بيختلف فيها أهل العلم أو اللي اختلف فيها المعاصرين اختلاف كبير، وأحيانا تسبب نوع من أنواع التضييق. طيب ناخد حتة كمان عشان يبقى كل الصعب قلناه في الأول، وبعد كده إيه نمشي بسرعة في الرسالة اللي معانا. عندنا تسمعوا عن قاعدة المصالح المرسلة وقاعدة سد الذرائع، مش كده؟ هل دول ممكن يشتبهوا بباب البدعة؟ طيب نراجع، احنا وصلنا لفين؟ احنا قلنا البدعة لغة هي ما احلف على غير مثال ايه سابق، قلنا افضل حاجة من الاول كده نقسم الكلام على المعاملات عن الكلام على العبادات، لان الشرع جعل لذي قاعدة ولذي قاعدة. الاصل في المعاملات الايه؟ الاباحة. الاصل في العبادات التوقيف. فقلنا طالما الاصل في المعاملات الاباحة يبقى باب البدع لا يدخلها اصلا، دي حاجة ينفع فيها ايه؟ يباح فيها، زود واخترع، يبقى الاصل يبقى باب البدع ملوش علاقة بالايه؟ بالمعاملات. العبادات الاصل فيها يبقى غير مسموح فيها بأي زيادة. خلاص فهمنا ديت. وبعدين رحنا واخدين حتة كده اللي هي بتاعت وسائل العبادة، أشياء هي مباحة لكن أنا مش عاملها، مش مجرد لما زي ما قلنا الأكل والشرب والمشي، لا ده أنا بتكلم المشي إلى المسجد، مش مجرد إن أنا بستعمل مكبر الصوت في محاضرة في علم من علوم الدنيا، ده أنا هستعمله في درس علم، هستعمله في الصلاة الإمام يصلي فيه إلى غير ذلك. قل هي هتظل قاعدتها الإباحة، النوايا اللي فيها زي النوايا الموجودة في المعاملات في وسائل العبادة اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المشي إلى الصلاة كنا بنقول أصل المشي مباح، ولكن المشي إلى الصلاة يؤجر عليه لأنه رايح للصلاة. ركوب السيارة إلى المسجد نفس الأمر،
هيبقى مباح، ركوب السيارة مباح، وهنا الثواب جه مش من جهة ان بقى خلاص بقى فيه هيئة معينة لركوب السيارة طالما رايح الصلاة فلأنها بقت باب العبادات، لا هي ما زالت مباح وما زالت على ليس فيها التزام بهيئة معينة، ولكن سيؤجر لأنها وسيلة للعبادة. يبقى إذن وسائل العبادة يظل الأصل فيها الإباحة، ونحذر فقط إن لو حد بيعملها ما إيه ما يدخلهاش في باب العباد، يفرق بين أنه سيؤجر عليها نتيجة النية وبين أنها توصفها في الأصل إيه عادة ولا عبادة. طيب أنا عندي بابين متقاربين، باب اسمه المصالح المرسلة وباب اسمه سد الضرائب. خلاصة الباب ده عشان ما برضو ما اتفرعش كتير، ده خطاب من الله عز وجل لمجتهد الأمة استنبطناه من نصوص كتير بتقول ان الأشياء التي سكت الله عنها فهي ايه؟ مباح، ان شاء الله سكت عنها تبقى ايه؟ انه اذا وجدنا ان المصالح التي أرشدنا الله إليها صارت في وقت ما ولسبب ما لا تتحقق إلا بالإلزام بشيء من هذه المباحات جاز الإلزام بها، وهتبقى دي الفتوى الشرعية، إن نقول يجب الالتزام شرعا بقواعد المرور. والأصل إن أنت تمشي شمال تمشي يمين تقف، ما دافئ كل دي بابها ايه؟ مباح. فلما وجدت السيارات بقى انه ما لم يكن هناك قواعد فيكثر الحوادث، قالوا خلاص نحط قواعد ملزمه بقى، كل واحد ياخد يمينه يبقى ده واخد يمينه وده واخد يمينه يبقوا ويبقى بينهم فاصل ويبقى في وهكذا. فاذا هذا الشيء لما يجي حد يقول هو انا شرعا ملزم التزم به نقول له نعم، اين هذا؟ نقول له بان الشرع جاء بحفظ النفوس وحفظ الاموال وحرمة الدماء، وان ما لم نتخذ هذه التدابير يغلب على الظن ان يؤدي هذا الى فساد في هذه المصالح. يبقى باب المصالح المرسلة معناها ان الله عز وجل اذن لمجتهد الامة، بس المجتهد اللي فاهم الشرع وفاهم المصالح الشرعية ياخد من باب المباح ينقله الباب الايه اللازم، مش بالتشهي والهوى، بمصلحة تفرض ايه نفسها. يبقى ممكن يعني احنا خلاص اتفقنا ان انا عندي بابين رئيسيين، باب الايه العادات وباب العبادات، واتفقنا ان باب العادات الاصل فيه الاباحه، باب العبادات الاصل فيه التوقيف. رجعنا بقى عندي قضيه كده في باب العادات، بنقول يجوز للامه ممثله في مجتهديها وفق ضوابط محدده انه ياخد من حاجه تكون مباحه الاصل ويقول اصبحت لازمه وزيها سد الذرائع، اللي هي الصورة العكسية بتاعتها، حاجة مباحة الأصل لكن وجدنا أنها غالبا ما تؤدي إلى مفسد. فالمجتهدين بعد ما تضع إلي أمامهم هذه الوقائع اللي بتثبت أن الحاجة الفلانية غالبا ما تؤدي إلى المفسدة، يجوز لهم أنهم إيه أو مخاطبين شرعا بأنهم يقولوا للأمة هذه أصبحت نقلت من المباح إلى الممنوع. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حاجات حصلت كده والعكس كمان، يعني في الأول كان الناس حديث عهد بشرب خمر، طب لما أجي أنا كان الماء مثلا الماء الأبار فيه نسبة ملوحة طعمه غير جيد، فبيعملوا إيه؟ بينبذوا فيه بيرموا فيه كده إيه الزبيب أو التمر من بالليل للصبح يقوم يحلو ايه طعمه، دي مسألة
النبيذ، مش مسألة النبيذ اللي هو بيقولها سعد الدين الهلالي، يعني اللي هو مسألة المسكر من غير الخمر، هذه يعني الأمة على حرمتها. وعلى أن من قال إن المسكر من غير عصير العنب، النبيذ له معنيين: معنى ما ينبذ من الثمر في الماء، ده النبيذ الموجود في النصوص الشرعية وفي كتب أهل العلم. كان في عرف الناس في وقت ما يسموا الخمرة المعمولة من عصير العنب خمر، والمعمولة من غيره إيه؟ نبيذ، لكن هو مسكر برضه. بعض الأئمة قال والله الخمر هي عصير العنب لغة، وبالتالي إذا صار مسكرا يبقى هي دي الخمر اللي القطرة منها حرام. طب وقلنا له اللي معمول من عصير التمر أو غيره، قال دي لا يحرم منها إلا القدر المسكر، وهذا معدود من شذوذات أهل العلم، وكل العلماء ردوا على من قال بهذا، لا سيما مع حديث إيه؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن النص ده يقضي على الاجتهاد الذي اجتهد به من قال مسألة النبيذ كائنا من كان، لأن كل الأئمة قالوا لنا إذا صح الحديث فهو مذهبي. مسألة النبيذ اللي هو الخمر المصنوع من غير العنب، وقول البعض بجواز القدر غير المسكر منها، قول معدود في الشذوذات، وهو فضلا هو مصادم للايه؟ للنص، وهو تكليف بما لا يطاق. انت لما تكلف واحد يشرب خمر، انت عارف انها خمر، وتقول له بس اوعى تزود عن القدر غير المسكر، فانت بتقول له انه يذهب عقله ثم يضبط امر نفسه هو وصل ولا ما وصلش، وبالتالي الكأس تجر الى اختها، فهو كلام اصلا تطبيقه متناقض. معنى المسألة دي خليها على جنب خالص يعني. طب اللي احنا بنقوله بقى النبيذ اللي احنا بنسميه الخشاف، ان هو كان يحطه في، بس هو ما كانش بيعملوه من نوع من التفكه، ده كان ضروري بالنسبة له، يحط الايه؟ الزبيب في المية للصباح عشان يحلو. فلو حطيت نوعين ثمر غالبا ممكن يتحول الى مسكر بسرعة، ولو استعملت اناء عضوي من جذع النخلة مثلا يبقى ايه؟ حاجات عضوية، فهيبقى بيتحول الى خمرة فعليا بسرعة. هم كانوا في الجاهلية يعني يعتبر دي ايه؟ ضرب عصفورين بحجر، المية هتحلو وكمان ايه؟ تقلب خمرة، مش مشكلة بالنسبة لهم، كان بيشرب الخمر. فمع بداية تحريم الخمر نهى عليه السلام عن الجمع بين ثمرتين، ونهى عن بعض الآنية لا ينتبذ فيها، سدا للايه؟ للذريعة. ولما استقر عندهم حرمة الخمر وتركوها وفطموا عنها فأذن ان انت بقى اللي تضبط امرك، ان تنبذ ما شئت على الا تشرب ايه؟ مسكر. فاذا احنا استفدنا المرحلة اللي حرم فيها جمع ثمرتين مع بعض وكده، اللي هي سد الذريعة، لما يبقى الشيء المباح هو مباح ولكن هناك احتمال راجح ان يؤدي الى محرم، يبقى الشرع بيمنعه اصلا. ده لما تتغير ظروف الناس ونلاقي مباح من المباحات صار يؤدي غالبا الى شيء محرم، زي ان واحد يمشي براحته في الشارع بينما العربيات موجودة، فينقل الى الايه؟ الى ان يكون محرم. وانا عندي باب المصلحة المرسلة وباب سد الذرائع، خطاب للمجتهدين ان هم بيفتوا الامة بوجوب اشياء كانت مباحة الاصل، او بحرمة اشياء كانت مباحة الاصل بناء على تغير مصالح الناس، وده لا علاقة له بما يقوله العلمانيون من تغيير الشريعة وتبديلها، انما هو جزء من الشريعة موجود وموكول الى المجتهدين يطبقونه بشروطه. طب علاقة مش عارف يعني نسيت واعطيت درس الاصول مثلا، يعني هو اكيد ده له علاقة شوية بالبدع.
ايه العلاقة؟ قضية انك تنقل، ان حد ينقل عادة لعبادة، هتبقى ايه؟ حاجة هو الشرع الحكم فيها انها عادة، راح مدخلها لي في العبادات، دي بدعة، بدعة قولا واحدا. والبعض بيقول طب ليه مش عندكم حاجة اسمها مصالح مرسلة؟ اظن الشرح اللي شرحناه ده خلي المسألة لا علاقة لها مطلقا. المصالح المرسلة ان حاجة تكون مباحة ما دخلتهاش في العبادة، ده انا جعلت يتعلق بها خطاب شرعي سببه مصلحة خاطبني الله بها. يبقى لما يجي يقول طب ما تفتحوا باب البدع زي ما انتم وافقتم، او يقول ان الاصل، ان كلمه ان الاصل المنع ده، ان الاصل في التعبد المنع ده اصل انتم وضعتوه من عند انفسكم، لان الصحابه جههم في مساله في غير في عباده عظيمه وجمعوا القران. هو اضاف للقران شيء؟ هو اضاف لصلاه او صيام شيء؟ ده الطريقة التي ننقل بها القرآن، دي من العبادة ولا من وسائل العبادة؟ من وسائل العبادة، مش كده؟ والوسائل دي اتغيرت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عصر الصحابة خطوة خطوة. الأول كان عندي الوسيلة كتابة القرآن عشان يحفظوه على أي شيء، على العظام والجلود ونحوها، للقارئ حفظ. السلام حفظ، والله عز وجل ايه قال ان علينا جمعه وقرانه، فكده مضمون القران حفظه الايه النبي صلى الله عليه وسلم ويظل حافظا له. الصحابه وهم عرب، والعرب لديهم الذاكره الوقاده، حفظوا. والكتابه كانت مسانده ثانويه، عشان كده كان كل واحد بيكتب لنفسه، والكتابه دي ده مجرد فقط يعني ايه، يعني شيء اضافي كده. لما كتروا شوية، الأمة كترت شوية، لا احتاجنا الجمع الأول في عصر إيه؟ بعد كده في عصر أبي بكر رضي الله عنه، ثم لا ده عايزين نوحد الرسم عشان كل واحد هيكتب بطريقته، والانتشار كان في عهد عثمان رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأمة. فإذا دي كلها في وسيلة تدوين القرآن، لا سيما وإحنا كان الأصل فيه وإلى يومنا هذا أنه هو حفظ إيه؟ صدر. بقى هنلاقي السنة كان في سد ذريعة في الأول، وده برضو نتعلم منه قاعدة سد الإيه، إنه ما يختلطش كتابة الحديث بالقرآن، فنهى مثلا عن كتابة الحديث، ثم أذن للبعض من المتقنين إنه يكتب زي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ثم رأت بعد ما القرآن جمع وكمان بقى له رسم ثابت وملزم في جامع عثمان رضي الله عنه، الأمة وجدت إن لا تكتب الحديث. ليه؟ المفسدة اللي كان يخشى منها ذلك. المهم هنا إن باب المصلحة المرسلة وباب سد الذرائع مختلف تماما عن باب البدع، وإن كان قد يشتبه لا سيما مع تلبيس من لبس. أنا هنا لا أتكلم كل الأمثلة اللي هيقولوها وأبرزها وأشرفها جمع المصحف ليست عباد، أنا بتكلم في وسائل العباد. وسائل العبادة بتجري عليها أحكام المعاملات. أنا عندي المعاملات ووسائل العبادة ممكن بالاجتهاد المجتهدين لاعتبارات معينة هنقلها من باب المباح إلى باب اللازم، وده اللي بنسميها المصالح المرسلة، أو من باب المباح إلى باب الممنوع، وده اللي بنسميها ايه؟ سد الذرائع. وفي الحالتين هو تغيير لحكم المباح، مش دخلت حاجة في باب العبادات خالص. باب العبادات لا يراد بها التقرب إلى الله ثابت لا يتغير البتة. لكن أنا عندي في المعاملات اتفقنا إن دايما عندي ضوابط، عندي حلال وحرام، هي مباحة الأصل، لكن عندي ايه؟ ضوابط فيها إن دي حلال ودي حرام، هذه الضوابط قابلة للاجتهاد عند تغير المصالح، ودي تختلف تماما عن باب البدع. ومع هذا العلماء
قالوا لنا طب لما يجي المبتدع يقول لك يا عم تعاملها معاملة المصالح المرسلة، في حاجة كده هتكشف لي، أو حتى وأنا بطبق المصالح المرسلة حتى لا تلتبس علي بباب تشريع ما لم يأذن به الله. خد بالك، ما هي البدعة في النهاية تشريع ما لم يأذن به الله، بس غالبا البدعة بنقولها في باب العبادات، وقضية تشريع ما لم يأذن به بنقولها في باب الايه المعاملات. وعموما عشان لا حتى لا تختلط على المجتهد او على طالب العلم فيقع في المحظور، قوله لما يجي يطرح عليك مسألة، ما هو الطرح بيجي منين؟ بيجي من عامة الناس او من الحكام. دايما على مر العصور كان دايما الحكام بيطلبوا من اهل العلم، طب امنع لي دي، طب يعني زي مثلا في زماننا يجي في وقت من الاوقات مثلا يعني حصلت في وبتحصل في كده في ازمه في الثروه الحيوانيه، عايزين نقيد سن الذبح عكس الناس تعمله في الاضحيه. على فكره الشرع قيد سن الذبح في النسك كنوع من الحفاظ، يعني احد مصالحه الحفاظ على الايه؟ على الثروه الحيوانيه. هم بقى بيلجاوا اليها احيانا عايزوا يبقى قانون ملزم، ويجي يقول يا مشايخ دلوقتي هيحصل مجاعه فقيدوا. فاقصد دايما الطلب بيجي من العامة أو من الحكام أو من غيرهم، بيخاطب أهل العلم قولوا لنا، لأن الإلزام القانوني ودي حاجة بقى ثابتة على مر العصور، يعني الإلزام القانوني قابل دائما للتحايل، الحاجة الوازع الشخصي أعلى بكثير من الإيه؟ من الوازع القانوني. فالمجتهد بيختبر نفسه الأول، وبعدين وبرضه طلبة العلم يختبروا كلام المجتهدين وغيرهم. المسألة المدعاة اللي عايزين ننقلها من المباح إلى نقول لازم أو الممنوع، البابين شبه بعض، باب إننا ننقلها من المباح بنقول دي كانت مصلحة مرسلة وسنجعلها لازمة، بس هو العنوان اللي العلماء وضعوه له عنوان الإيه؟ المصالح المرسلة. الثاني قالوا سد الذرائع اللي هي حاجه كانت مباحه هننقلها الى ايه؟ ممنوعه. اكيد في مقتضي. طب لو ما فيش مقتضي يبقى هنقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. شيء مباح وحد جاي بيقول انقله لي من المباح كده بلا مقتضي ينفع؟ ما ينفعش. يبقى أول حاجة لازم فيه إيه؟ اللي إحنا قلنا بقى يعني إن نلاقي المباح ده ما لم نلزم به ستضيع مصالح، هو ده الإيه؟ أو ما لم نمنعه الناس هتعمله وهيحصل إيه؟ يبقى لازم يبقى فيه مقتضي. نقول له طيب يبقى أول حاجة لازم يكون فيه، والعلماء ما بيقولوش الشرط ده، لا ده شرط يعني معروف بداهة، لا ده الأكثر من كده. نقول له طب هل كان هذا المقتضي موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان موجود وبنفس الدرجة نقول له يبقى كان هذا المقتضي موجودا وحكم الشرع بالإباحة، فإن حكمت بغيرها فأنت مصادم للشرع. يبقى أول ممكن ساعتها يقول لي لا والله هو المقتضي كان موجود ولكن منع منه مانع. نقول له طب وريني المانع. يبقى اذا لن ننظر في ان مسألة هنغير حكمها، وده في باب المباحات بس، هنغير حكمها من المباح الى اللازم او من المباح الى الممنوع، الا اذا ايه جد مقتض او كان هناك مانع فزال. ودي لو جينا مع ان باب لو المساله لما تطرح في المعاملات في باب العبادات في الواقع ما فيش اشتباه اصلا، باب العبادات مفروض ان هو ايه؟ مقفول، مش قابل زياده ولا نقصان. بس لان عندي عبادات او في الواقع هي عباده، المثال البارز جدا كانت مشروعة بالنص بالقول والفعل ولكن منع منها مانع ثم زال، فقال طب خلاص ممكن
نتغاضى عن انكم في الاول جايبين قاعدة المعاملات وجايين تطبقوها في العبادات، لكن على الاقل ما تجيش تقول لي انا عايز اجيب عبادة جديدة واقول لك طب اين زي ما الصحابة جمعوا المصحف، اقول لك جد مقتض وزال مانع الاثنين. كان المانع ان القرآن ينزل منجما، وبالتالي الكتابة في مصحف واحد شقة جدا، وهي ما كانتش لها مقتضي لان اللي بيكتب بيكتب لنفسه وهو حافظ. النقل حصل بمين؟ بالحفظة. جد المقتضي وزال المانع. يقول طب ما عمر رضي الله عنه جمع الصحابة في قيام رمضان وده باب عباداته، نقول له هو ده باب عبادات مش باب معاملات، بس اشبه حصل فيه شبه بينه وبين باب المصلحة المرسلة. في ايه؟ في انه كان له مقتضي، والمقتضي في العبادات لازم يكون دليل شرعي صحيح دل على ان هذه عباد. كان فيه مثلا قال من صلى مع امامي حتى ينصرف كتبت له قيام ليل، يبقى في حاجة اسمها امام وتصلي معاه ولها ثواب مرتب عليها. وان مثلا صلى بهم 3 ليالي ثم لما تكثروا خشي ان تفرض عليهم فلم يخرج له. طب هم بعد ما مثلا لم يخرج الغيت عمليا سنة صلاة قيام رمضان جماعة؟ هل بعد ما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج الغيت عمليا سنة قيام رمضان جماعة؟ عمر رضي الله عنه لما جمعهم خرج فوجد الرجل يصلي فيصلي بصلاته الرهط، والرجل فيصلي بصلاته الرجلان، والرجل يصلي وحده. يبقى إذن ظل الناس يصلوا جماعة ولكن بلا إمام جامع وبلا إمام راتب، لكن السنة فضلت موجودة. زال المانع. وانا عندي هنا مع ان باب العبادات بس عندي الدليل الشرعي، مش عندي الاصل الاباحة اللي بيبقى موجود في المعاملات، عندي الدليل الشرعي فامكن تطبيقه. يبقى ده اللي عمر رضي الله عنه ايه اعمله. يبقى اذا هو باب المصلحة المرسلة، الفرق بينها وبين البدعة هو في فرق جوهري من الاول، ان المصلحة المرسلة انا بتكلم معاملات والبدعة بتكلم ايه عبادات. ومع هذا حتى لو غفلت عن هذا الامر او كان المثال مشتبه زي صلاة الايه قيام رمضان او كان في وسائل العبادة فاشتبك عليها الامر، اللي يكشف لي الامر جدا هو عشان اغير حكم مسألة فاما جد مقتض واما زال مانع. واما اذا كان المقتضي المدعى لإعادة بحث المسألة كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثمة مانع، يبقى أنت كده بتقول نفس الواقع اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن هذه المسألة مباحة وأنت جاي تنقلها إلى باب الاستحباب، أو يبقى إذن هذا لا يجوز. ده في باب المصالح المرسلة بعيد عن باب البدع، يعني ما ينفعش في باب المصالح المرسلة ان انا اجي اغير حكم مسألة من الاباحة لمقتض كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والا يبقى ده التشريع ما لم يأذن به الله عز وجل. ومن باب وده يكشف لي كل البدع، يجي اي بدعة، لان قلنا باب العبادات البدع بنتكلم في باب ايه العبادات. وباب العبادات يعني ايه باب العبادات؟ يعني ايه يعني ايه عبادة؟ بميزها عن العادة ازاي؟ انها الشيء الذي غرض الاساسي التقرب الى الله تبارك وتعالى. تمام. فاذا باب العبادات من الاول يأبى الزيادة، لكن هو يقول لي طبق عليها قاعدة المصالح المرسلة. قلنا ده ابتداء خلل من الاول، لكن تعالى نطبقها. ماشي. يقول احنا عايزين نعمل مثلا احتفال بالمولد النبوي،
نقول له ايه المقتضي؟ يقول حب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له هذا شيء جد عندك لم يكن موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم ساعتها بقى يدعي لا هو سلم تواضعا لم يامر الامه. طب ليه مش ليه امرهم انهم يصوموا يوم الاثنين؟ تواضع لا يمنع من تبليغ الشرع. مثلا قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. طب ليه قال انا سيد ولد ادم؟ ويقول هذا ليس من باب الفخر وانما من باب تبليغ الشرائع، تبليغ الاخبار حتى ده يعني ده. فاذا طيب ويرد على ادعائه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يريد ان يقول للامه احتفلوا بمولدي ومنعه التواضع. طبعا هذه الادعاءات طبعا كل واحد يدعي وكان يريد كذا وكان يريد كذا وكان يريد كذا، ثم هو مردود عليه بانه بين لنا استحباب صيام يوم الاثنين لكونه صلى الله عليه وسلم ولد فيه، يبقى لانه مامور بتبليغ الشرائع. يبقى اذا اين المقتضي؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود فيه. هل لم يكن موجودا ثم جد؟ طيب بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هل انتم اكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من اصحابي؟ اذا سنجد ايه؟ لا يوجد مقتضي لاعاده بحث المساله. مع ان الاولى من الباب الاولاء من الاول خلاص نقول له ايه؟ قاعدة المصالح المرسلة دي مش هنا، دي في الايه؟ في المعاملات. اما انت قاعدة العبادات ما فيهاش، فيها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. السؤال بالذات في مثال المولد النبوي او غيره، يقول لك طب خلاص مش انت عندك ان وسائل العبادة بتعاملها معاملة المعاملات؟ ما تعتبرش دي عبادة، اعتبرها من باب وسائل العباد. لا مش من حق هذا التصنيف. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أن لهم يومان يلعبون فيهم، قال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما ونلهو في الجاهلية. قال إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا الحديث أصل في أن الأصل في الأعياد التوقيف. تقول لي ما أنت قلت المعاملات الأصل فيها الإباحة والعبادات الأصل فيها التوقيف، وإحنا شايفين أن الأعياد عادات فروحنا مطبقين عليها قاعدة إيه؟ مفيش كده شرعا. النص مقدم على أي قاعدة أي حد يقولها. القواعد دي مستقاة من النصوص لتقريب الشرع وليست لمصادمته. فانت تصنف العيد في العبادات وتستقيم الدنيا، او صنفه حاجه لوحده كده الاعياد توقيفيه، يبقى تقول الايه المعاملات الاصل فيها الاباحه والعبادات والاعياد توقيفيه. انا عندي نص بيقول الاعياد توقيفيه. الشيخ حسام تميمي بيقول العيد يجمع كل الاعياد، تجمع بين عاده وعباده، وبالتالي دخلت في باب طبق عليها قاعده ايه؟ العباده في اصل تشريع العيد، ان ده يبقى عيد ده عباده. جواه تعمل ايه؟ دي عاده. عاده وعباده، اللي منها عباده نلتزم بيه واللي منها عاده نوسع فيه. يبقى جوه العيد طقوس العيد نفسه او صلاه العيد عباده. لا نعملها للتقرب الى الله تبارك وتعالى، يبقى يطبق عليها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فنلتزم بها كما هي. طيب اللبس الجديد، تخصيص العيد بنوع معين من الماكولات، دي ايه؟ عادات هنطبق فيها بعد ما تقرر مشروعيه العيد بالدليل انه جواه اظهار البهجه والسرور، دي داخله في باب الاصل في العادات الايه؟ الاباحه. يبقى اصل مشروعيه العيد توقيفي. يقول لا احنا عايزين ندخله في العداء في العادات، غير يعني وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. الله عز وجل قال ان الله قد ابدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى. يبقى اذا كل النماذج اللي فيها اعياد
هنقول له الأعياد توقيفية. يسألني هي عادة ولا عبادة، أقول له لا، ما هو أنت، أنا عندي تقسيم عادة ولا عبادة، ده قاعدة العلماء وضعوها عشان يقربوا لنا الموضوع. صنف حتى لو صنفتها عادة، قل هذه عادة ولكن الشرع جعلها إيه؟ توقيفية، مفيش مشكلة. وإن كان هي دايما الأعياد تتضمن إيه؟ عبادة كما ذكرنا. يبقى إذن لما أجي، ودي نكتة مهمة جدا، وربما عشان نكون يعني منصفين، بعض العلماء ذهل عنها فطبق على قاعدة الأعياد والمواسم قاعدة العادات، وراح مطبق عليها قاعدة المصالح المرسلة. كله يؤخذ من قوله ويترك لنا، لا سيما يعني مهما كان الأسامي اللي ممكن تتقال كده، ومعظمهم من المتأخرين، هيبقى زي ما بعض العلماء بيقول يعني، هو في أي مسألة المقلد يقوم جايب لك اسم، ويكون اسم له احترام عندك، يقول لك انت انت هتترك قول فلان الى قول نفسك، ده دجل اللي بيقول لك كده. ليه؟ ولا انا سبت قول فلان، قول امام، لقول امام اخر لدليل فهمته من كلام الامام، فامام قصاد امام يضيعوا بعض ويبقى الايه؟ الدليل مرجح. ما انت ما قلت، هو انا كل ما تيجي تخالف حق يعني زلة عالم انت عايز تتبرأ منها وتطبق السنة اللي تبينت لك بالدليل، يقول لك هتخالف قول فلان الى قول نفسك، ولا لا قول نفسي، انا ما اخالف قول من جوز العمل بالمولد الى قول الصحابة والتابعين، الى فعل الصحابة والتابعين، يقول لك لا، اصل هم كانوا يعني لديهم اهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واما الناس الان منشغلون على، خلاص انا هبقى زيهم برضه، اهتم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وندي دروس في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ودفاع عن حجيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر الناس بصيام الاثنين. ده يعني، ولذلك يعني قول بعض السلف، ما احدث الناس بدعه الا ورفعت مكانها سنه. انت تخيل هو بيقول لك بعد كل المعركه دي يقوم التشغيب، يقول لك انتم تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحبون، ليه مش عايزين تحتفلوا بالمولد؟ طب ايه رايك بقى ان نعملوا المولد ده يوم 12 من كل شهر قمري، 12 مره في السنه، ولو انت، ولو هو رفض الكلام ده يبقى هو ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين 12 مره وهو ايه؟ مش عايز. ايه البدع كده؟ كل واحد بقى وكل يزايد على الاخر. 12 طبعا دي انا بخترع اي حاجه، خلاص مش انت عايز يوم 12، ليه 12 ربيع؟ ما تخليها 12 من كل شهر. ودي احد المسائل اللي في الاعياد، هو طب هنقولها دي بعد شوية. المهم، لكن هو الواقع هي مش 12، هي كام؟ الفرق بين المولد بتاعنا والمولد بتاعهم 52 اسبوع. احنا عندنا 50 مولد للنبي صلى الله عليه وسلم ان صح التعبير يعني، وبالصيام بشيء من سنته، وهم عندهم يوم واحد في السنة بالأكل والشرب والحلوى المضرة يعني صحيا، يعني هي مليئة يعني، ورجعوا الحاجات اللي هي مليانة ألوان دي فضلا عنها يعني مجسمة إلى غير ذلك. فقالوا لا يعني أنت بتقول يوم وأنا بقول 50، إزاي أنت عايز تعتبر رفضي لليوم ده تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عندي 50 يوم موافقين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. طيب عشان نكمل حتة الأعياد برضو، لا شك أن اليوم الذي ولد فيه مثلا كان يوم خير على البشرية، على الكون، ولا شك أن اليوم الذي نزل فيه القرآن كان كذلك، واليوم اللي حدث فيه الإسراء والمعراج كان كذلك. القضية هنا، هو الإسراء والمعراج بيحصل كل سنة؟ طيب هل نزول القرآن بيحصل كل سنة؟ إذن الليلة التي نزل فيها القرآن، التي كان فيها مبتدأ نزول القرآن، هل ممكن تبقى فاضلة طول العمر؟ ليلة القدر ممكن، وهل ممكن تكون فاضلة المرة التي حصل فيها تلك النعمة وفقط؟ ممكن. من الذي يحكم؟ الله عز وجل يحكم ما يريد، وبالتالي ليس مجرد حدوث
نعمة أو فضيلة في زمن ما إن الفضيلة تتكرر. طب لو تكررت تتكرر في نفس في مثل هذا اليوم من كل أسبوع، ولا في مثل هذا اليوم من كل شهر، ولا في مثل هذا اليوم من كل عام؟ هو في الواقع مولد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلته تتكرر كل أسبوع، وممكن ألاقي زي ما هو السنة دي كده 12 ربيع مش يوم اتنين، ده يعني الأشهر، يعني من النادر انك هتلاقي ايه، يعني لو قلنا الاحتمالات يعني 15% مثلا انه يطلع يوم اتنين في سنة، يوم اتنين سنة، يوم تلات سنة، يوم اربع. وبالتالي هو انت ليه اعتبرت 12 ربيع؟ ده غير بقى ان العلماء مختلفين اصلا في 12 ربيع، وما اعتبرتش يوم الاسبوع. يقول لك ما ممكن ده ممكن ده، دي طبيعة البدع. الشرع قال لنا لا، يعني كان ممكن يبقى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلته يوم ما ولد، ولا تعود لا في مثل هذا اليوم من ذات الأسبوع من أيام الأسبوع، ولا في مثله من كل شهر، ولا في مثله من كل إيه، وكان ممكن تعود في أي واحدة منهم. الشرع جعلها تعود في مثل هذا اليوم من كل أسبوع، وهم غافلون عن هذا. الإسراء والمعراج لم يجعل الشرع أن لها فضيلة تعود. طب ولو لها فضيلة بتعود، هل يلزم يبقى معاها عبادة بعينها زي ليلة النصف من شعبان، ليلة تعود فضيلتها في كل عام، لكن ما فيش ان يومها له فضيلة هي الليلة، ولا ان هو يصام الا لو ايه مع الايام البيض وهكذا. يبقى عشان كده بنقول الاعياد توقيفية على النحو الذي بينا. طيب يبقى اذن احنا اتفقنا على ان العادات لها قاعدة والعبادات لها قاعدة، واتفقنا ان العبادات العادات عندي المسائل اللي معلوم حكموها بالنص معلومة خلاص، المسائل الجديدة ما يستجد بعرف حكمها، لا بدور على المنهيات لان عندي الاصل في المعاملات الاباحة، يبقى ادور في قائمة المنهيات الاول. طبعا الشيء الجديد مش هلاقي نص يتحدث عنه بذاته، يبقى يا اما ادور على انه داخل في عموم نص منهي عنه فينهى عنه، طب مش داخل تحت عموم، هل مشترك في العلة مع شيء منهي عنه؟ لو كان يبقى محرم، لو ما كانش لا دي ولا ديت يبقى هنطبق قاعدة الاصل في المعاملات الاباحة، وبالتالي الاصل ان باب المعاملات لا يدخل فيه البدع. عندي كمان من باب المعاملات بيدخل فيه تغيير حكم الإباحة إلى الوجوب أو الإلزام في أحوال، وإلى المنع في أحوال، ودي اللي هي قاعدتي المصالح والمفاسد وسد الذرائع، وما لهمش علاقة بباب البدع، وإن كان قد يشتبهان على البعض فإحنا بيناه. نقل العادة، وعندي باب وسائل العبادات يشبه المتطبق عليه قواعد الإيه العادات، بشرط ألا نعتقد لزوم هذه الوسيلة أو استحبابها بعينها، وإنما نعتقد أن الثواب الناشئ عنها رغم أنها مباحة وطبقنا عليها قواعد المباح بما أفضت إليه إيه؟ من طاعة. طيب نقل بقى عادة ما نرجو ندخلها في باب العبادات، يبقى ده بدعة. ليه؟ لان انت جاي تنقلها باب العبادات هتطبق قاعدة العبادات، يبقى من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى التعبد الله بالوقوف في الشمس، الحديث ابي اسرائيل ده ما يعني في زمن سامور، وده بنطبق عليه القاعدة على طول، التقرب الى الله بالعادات المحضة. في فرق بين انها وسيلة للعبادة، وحتى وانا بعملها كوسيلة للعبادة
التقرب الاصلي بالعباده. طب والثواب في دي؟ جينا انها وصلتني للايه؟ اما التقرب الى الله بالعباده المحضه، بالعاده المحضه، زي حتى لو فيها مشقه، لان العباده المشقه في دين الله عز وجل غير مطلوبه لذاتها، ده خلاف بقى الايه؟ الاحبار الرهبنه وغيرها من اللي كانت موجوده عند الامم الاخرى. فالتقرب الى الله بالعادات المحضه يدخلها في باب الايه؟ البدع. ليه؟ لان طالما تقرب يبقى هتطبق عليها قاعده العباده، يبقى من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده كده ده الفهم العام للمساله، وعندي نص في المساله اللي هو الرجل الذي نظر ان ايه؟ ان يقف في الشمس ولا يستظل وان يصوم، فقال مروه فليجلس وليستظل. دول الحاجات اللي ايه؟ اللي مش في باب العبادات، وحتى هو نذر، نذره يلغيه وايه؟ يعني عدم الوفاء بالنذر، لان الالتزام بالسنه اولى، فيقوم يلغي نذره ويجلس ويستظل. قال وليتم صومه. ليه؟ لان ده باب عباده، يبقى يكمل العباده. حاجه تعبد بعباده يتمها، لكن اذا لما كان تعبده بعادات نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يبقى ده خلاصه ضوابط الباب كلها فيما يتعلق، كلها تفرعت معانا من ايه؟ من تقسيم، من معاملات لايه؟ تقسيم الامور الى معاملات وعبادات. يبقى كده احنا بنحصر الكلام في البدع في باب العبادات، وعرفنا بقى يعني، وكان باب العادات خد منا كلام كتير، لان هو اللبس دايما بيحصل في الجزئيه دي. لما بنيجي بقى في باب العبادات بيقول لك البدع، هنرجع للرسالة تاني، أنواع البدع ممكن أقسمها أقسام كتير. هو قسم لي أول حاجة إن البدع في البدعة في الدين، خلاص ما احنا خرجنا البدعة أو خرجنا باب المعاملات، قلنا لما بنقول في الشرع بدعة مش قصدنا إيه؟ المعاملات. البدعة في الدين نوعان، النوع الأول بدعة قولية اعتقادية كما قالت الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتها. دي بدعة ليه؟ لأنها إحداث في الدين. الناس دي بتقول يعني أن القرآن مخلوق، بتقول أن الله عز وجل لم يكلم موسى عليه السلام، بتقول كذا بتقول كذا، إذا ينسبوا أمور للدين ليست منه تبقى ينطبق عليها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. ودي يعني دايما احنا برضو بندرس البدع الاعتقادية أثناء دراسة العقيدة، وبعدين بيبقى عندي باب بقى البدع العبادات لأنها بتبقى كتيرة جدا وجزئية، فبنجمعها في ضوابط واحدة. طبعا دايما كان بيبقى معتمد عندنا في الدراسة كتاب علي محفوظ، الشيخ علي محفوظ رحمه الله، الإبداع في مظل الابتداع، وطبعا أعلى منه أو أصله كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي يعني إمام يعني أندلسي، لم ينقل في حياته حرفا عن ابن تيمية، ولكن في درجة تشابه كبيرة جدا من ابن تيمية، فإما أن يعني إن هذا يعني ثمرة الاتباع الكتاب والسنة. على فكرة يعني الإمام الشاطبي أشعري، يقولون أنه صوفي رغم ردوده الكثيرة على الصوفية، يعني في تعامله مع قضية المذهبية ليس موافقا لطريقة ابن تيمية، وإن كان قريب منه بتوع المذهب. يعني هو يعني بلا شك كتاب الاعتصام ذاته وكتاب الموافقات يدل أنه مش مالكي بالمعنى التقليدي، أن رجل أسس لعلوم لم يأتي بها سابق، ورتبته في المذهب ليس من مجتهد المذهب، فازاي أنت هتقول عليه أنه هو مقلد على طريقتهم؟ يعني في أحيانا كده بعض الناس يحاول إيه يعني يكذب، يعني الشمس في رابعة النهار. الإمام الشاطبي شخصيته قريبة جدا من شخصية ابن تيمية. البعض بيقول إن كتب ابن تيمية وصلت الأندلس لكن معاها يعني توصية أمنية بخطورة تداولها، فبعض العلماء كان يطلع عليها سرا، ثم إذا نقل عنها نقل عنها سرا،
وبيقولوا ان الشاطبي تاثر بكتب ابن تيميه، وده يعني له شواهد. والبعض يقول في موطن من المواطن قال: وقد رايت كلاما لاحد ائمه الحنابله من المشارقه. فبيقولوا هو يعني المره اللي حب يجيب فيها سيره ابن تيميه ما قالش اسمه يعني، او ده تخمين عند البعض. لكن عموما هو تأصيل تنظير قضية البدعة، بالذات البدعة العملية، إنما بدأها ابن تيمية في مواطن متفرقة ملوش رسالة كاملة فيها، وإما إنه عملها وبدأ الشاطبي من الصفر فعمل كلام يكاد يكون مطابق لكلام ابن تيمية لكن مجموع في كتاب واحد وله يعني ومخدوم اللي هو كتاب الاعتصام. فكتاب الاعتصام اما ان يكون جهد من كلام الامام الشاطبي وافق فيه جهد ابن تيميه وابن عبد البر وغيرهم، ويكون اقرب حاجه له قبله هو كلام ابن تيميه، واما ان يكون هو تلخيص او جمع وترتيب لكلام ابن تيميه ولكن لم يستطع ان يسنده اليه، لانه كان طبعا الحرب الشعواء عليه في ذلك الوقت انتصارا للمنهج الأشعري طبعا. فدي القضية. لكن كل المنصفين اللي جيهم بعد الشاطبي يرون أن هذا الجهد يعني أولا موافق للكتاب والسنة، موافق لقول السلف، ضابط للمسألة ويحل كل إشكالاتها. وطبعا يعني قول بعض المعاصرين ان الشاطبي ده كان صحفي كده يعني، ما كانش عشان ما راحش درس معاه الظاهر يعني، هو قول حتى بعض تلامذته طلعوا يحاولوا يأولوه، لان يعني انت ممكن تقول انك مخالف للرجل لكن انه مثلا يعني عاقل يحترم عقله يحكم على هذا الانتاج، انتاج واضح الجهد الكبير في انه بينشئ علم. يعني احنا ما كنا بنتكلم على منهج الاشاعره وذكرنا الطبقه اللي بعد الاشعري البقلاني رحمه الله، قلنا انه اسس علم البلاغه ليدلل على اعجاز القران. كل اهل السنه يقفوا امام جهد البقلاني في هذه المساله يقولون امام. يعني ويثنون عليه في هذا الباب ثناء واسعا، وان كانوا يعني يعترضون على عقيدته. صعب جدا حد منصف يدرك العلم وفضله يقف امام انتاج علمي مبهر للغايه في الجمع والترتيب والمناقشه والاستدلال وبعدين يقول اصل ده يعني. فده يعني هذا من يقول هذا يعني اما انه لم يشم رائحه الانصاف او لم يشم رائحه العلم. يعني يدي ما يختار له واحده من الاثنين. لكن عموما الشاطبي هو مؤسس لعلم اصول البدع كعادة اي علم. احنا بنقول مؤسس يعني انا بتكلم على تأسيس علم شرعي، يعني جمع وترتيب من كلام من سبقوه وتهذيب. يبقى بقى الكلام اللي هو عمله موافق لكلام السلف ام لا. نحن نرى انه ضبط الباب ضبط جيد جدا يعني، وموافق الى حد كبير للضوابط المتناثرة اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن كثيرة، ومعظم المنصفين ممن جاء بعده تبعوا عليه، ومن ذلك الشيخ علي محفوظ رحمه الله. وده هو تقريبا لخص كتاب الشاطبي في كتاب الإبداع في مضلة الابتداع، وكان مقرر في الأزهر في وقت من الأوقات، لكن لا خلاص ما عادش مقرر. مش دي القضية. إذا ما تجيش تقول لي والله أنت مشكلتك أنك خالفت الأزهر. طب أنا وافقت الأزهر في تاريخ قبل تاريخك، ليه ما تعتبرنيش انا الاصل بقى؟ ليه ما تعتبرش ان انا تقول لي لا اصل هو كان الشيخ علي محفوظ بس متاثر بالوهابيه؟ خلاص يا سيدي، انت في وقت من الاوقات كنت تدرس للطلبه بتوعك هذا الكلام. ف سيب لي اعرض عن هذا الباب تماما وخلينا نقول ايه اللي موافق للدليل. لكن لو هتقول المناهج الازهريه بقول لك اول ما قرر ان تدرس البدع في الازهر درسها الشيخ علي محفوظ، لخص كتاب الاعتصام، كتاب الابداع في مضل الابتداع. يعني هو مجلد واحد مقسوم قسمين، قسم القواعد وقسم التطبيق. قسم القواعد هو تلخيص لكلام الشاطبي، قسم التطبيق ماخوذ من كتب بقى
كتاب أبي شامة وكتاب الطرطوشي وغيرهم اللي ذكروا أمثلة للبدع اللي حصلت في عصرهم. وأضاف الشيخ علي محفوظ رحمه الله بدع مصرية خالصة بقى اللي هو عصرها بنفسه، وكتاب يعني مفيد جدا من جهة جمعه بين القواعد وبين الإيه وبين التطبيق. المهم هنرجع بقى هنا لأنواع البدع لما بيقسموها من جهة تعلقها بالاعتقاد أو تعلقها بالعبادات. احنا قلنا باب المعاملات خرجناه ان احنا نتكلم على البدع، باب العبادات جواه الاعتقاد، لان الاعتقاد يتعلق به عبادة التصديق والإيمان، هو عبادة بس عبادة قلبية، نعتقد ان هذا. هنرجع تاني بقى نخرج باب الاعتقاد، مع ان دي اغلظ البدع بس دي غالبا بتدرس مستقلة في علم العقيدة وفي كتب الفرق والمذاهب ونحو ذلك. طب ليه عديناها بدعة؟ قلنا لأن الذي اخترعها نسبها إلى الإيه؟ إلى الدين. وبهذا المصطلح يعني ممكن الـ 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 العلمانية مثلا نقول إنها بدعة بالاعتبار الشرعي ولا اللغوي؟ اللغوي. اللغوي أولا يعني إنها حاجة إيه؟ مستحدثة. ثم لما حاولوا أو يحاولون الآن أن يقولوا وهي لا تعارض الإسلام، أنتوا اللي فاهمين الإسلام غلط، دي تبقى معدودة من البدع الشرعية الاعتقادية، تقدر تصنفها أنها من البدع الشرعية الإيه؟ الاعتقادية. ليه؟ لأن هناك من يحاول أن ينسبها إلى الدين. يبقى هنا كما ذكرنا غرض التقسيم والتبويب تسهيل الايه الدراسه. فانا عندي الاول يقول لك البدع، بعد ما دخلنا جنبنا الكلام على المعاملات هنيجي للعبادات، ناخد برضو نقسم من جواها العقائد، ودي بدع الكبرى والغليظه ويعني تعامل في علم اخر. النوع الثاني بدع العبادات كالتعبد لله بعباده لم يشرعها. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى تفتق ذهنه عن مصطلح ما زال عامل أزمة لغاية دلوقتي رغم دقته الشديدة. قال لنا في بدع حقيقية وبدع إضافية، واستعمل المصطلح على خلاف مقصود الشاطبي رحمه الله. هو الشاطبي لقى إن أهل البدع لما بيجي تقول له أنت أحدثت في الدين ما ليس منهم، يعني لم نرى وإن شاء الله لم نرى حد يقول أنه هيصلي الظهر خمسة مع إن إحنا بنقول له أنت تقدر تصلي الظهر، لا ليه؟ العبادات توقيفية. فنقول له طب طبق ده مثلا على الأذكار، طبق، يقول لك لا لا في فرق، وانت جايب لي مثال مجمع عليه. ما انا جايب لك مثال مجمع عليه لتتدبر وتتامل. لو انه الزياده في العباده شيء جيد يبقى يلزمك انك تقول ينفع تصلي الظهر خمسة، ولو انت قلت لا يجوز يبقى زيه اي عباده اخرى لا يجوز ان تزيد ايه فيها. لكن عمر هو بيقول ان في بدع غير مشروعة، لم يعني أمور ليست مشروعة لا بأصلها ولا بوصفها، ثم جاء من يلصقها إلى الدين، ودي سماها البدع الإيه الحقيقية. طبعا أول حاجة هنطف البدع الحقيقية البدع الإيه لسه البدع الاعتقادية، وبعض البدع المتعلقة بالعبادات زي الطواف بالقبور وكل دي هتوضع في البدع الايه الحقيقي. الأزمة دايما بتحصل في البدع اللي سماها الشاطبي الإضافي. ليه؟ ان وهي الأمور المشروعة بأصلها المبتدعة بوصفها. جه حد وراح لعبادة المشروعة وأضاف صفة من عنده،
في مثال مشهور جدا وبالنسبة لنا احنا بيقفل البحث في المسألة، أن البدع الإضافية منهي عنها ومذمومة، بل ربما ذمها الصحابة رضي الله عنهم بعبارات شديدة كتلك التي ذمت بها البدع الحقيقية. وقعت الحديث ده كان زمان ايه، الاخوه كلها بتبقى حافظاه من كثر ما بيسمعوا درس الايه البدع. الجماعه اللي كانوا جالسين في المسجد وايه ولهم امام يقول سبحوا 100 فيسبحون، حمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100. فابن مسعود رضي الله عنهم قال لهم ايه، اما انكم على مله اهدى من مله النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. الحديث ده ممكن نقفل الكتاب ونقفل الاعتصام وكل الكتب وإيه؟ وناخد الأثر ده، نعرف منه خطر البدع، ونعرف إنها شاملة للبدع الإيه؟ الإضافية، ونعرف إن مشكلة البدعة إنها تزيد على الشرع، وإن المبتدع المشكلة الرئيسية أن يسقط حرمة الشرع، ويبقى أن حد بيقول أنا جايب أحسن من اللي كان يعني يفعله نسلم وأصحابه، وتيجي بقى في باب المعاملات في باب التشريع العلمانيين يقولوا نفس الكلام. طيب المثال ده، الناس دول قاعدين يذكروا الله، هو ذكر الله بدعة ولا عبادة مشروعة؟ طب يذكرون الله في جماعة، هو الوصف اللي زودناه ده خلاص احنا هنبتدي ايه نحط وصف ورا التاني. ذكر الله اتفقنا انه عبادة مشروعة، طب وفي جماعة مشروع ولا غير مشروع؟ ايه من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، عشان المسألة عنوين لها ببدعية الذكر الجماعي والعنوان غلط. طبعا العناوين ساعات تبقى مختصرة، لكن احنا ساعات احفظ العنوان واجري تبقى مشكلة. يبقى الذكر عباد، طب وفي جماعة ما زال مشروع، طب ومع رفع الصوت مشروع برضه، وما كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته الا برفع اصواتهم بالتسبيح. يبقى اذا طب ايه المشكله؟ ها؟ لا لا، ما ان جعلوا لهم اماما، يعني الناس بعد يعني يجي في وقت الاذكار نقول نقعد حلقه كل يذكر الله في نفسه ويرفع صوته بما لا يشوش على من بجواره، مفيش كل ده مشروع. المشكله كانت فين؟ هذا امر مشروع باصله مبتدع بصفه من صفات، يعني حتى مش الهيئه دي كلها ايه بدع. طب ابن مسعود رضي الله عنه قال لهم ايه؟ مفتتحوا باب ضلالة، لان اذا جوزت دي يبقى بالقياس بقى. طب اشمعنى دي؟ احنا عندنا الباب مقفول تماما، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد. انت هتفتح دي غيرك هيجيب غيرها، وده اللي شفناه في كل البدع، بل ان دول نفسهم كانوا مع الخوارج بعد كده، لان هم ما عندهمش اصل الاتباع. طالما اهتز هنا وارد يهتز هنا، وده اللي احنا بنقوله. اول الغرب دلوقتي عايز يجيب الفرق الكلاميه ويجيب الصوفيه ويجيب المعتزله، رغم ان المعتزله احنا قلنا وعيديه، المعتزله في مسائل الايمان الغرب زعلان قوي من التكفير. طب المعتزله في باب مسائل الايمان والكفر تكفير وعيديه، ده اقل من الخوارج بحاجه بسيطه، بس هو عايز يجيب اي فرقة تهز مرجعية النص
يبقى هو يعرف يستفرد بيها بعد كده. طالما انت بتعرف تتصرف في تأويل النص والتحايل عليه والخروج من سلطانه، هنقول له نقعد نضغط عليك لغاية ما تغير أقوالك في المسائل اللي هم عايزين فيها تغيير. يبقى إذن الأثر ابن مسعود رضي الله عنه أثر مرجعي جدا طبعا مع الأحاديث، من الأحاديث فهم من هذا وليس من فوارد، بس تطبيق السلف طبقوه على إيه؟ عشان أقول لك أصلا أنت مش فاهم، أو هيقول لك تطبيق السلف في جمع المصحف، أقول لا يبقى عرفنا بقى تطبيق السلف في جمع المصحف، تطبيق عمر رضي الله عنه في صلاة القيام في رمضان، لهم بقى التطبيق الإيه؟ أدي الإنكار في الحاجة اللي هي عبادة مع إن دي صفة عبادة. ودي اللي سماها الشاطبي رحمه الله، اللي هي بقى شبه اللي عملها هؤلاء القوم، بدعة إضافية، وهي الشيء المشروع بأصله المبتدع بوصفه. وحنظل نقول لهم ذكركم مشروع وهذا الوصف اللي عملته ايه؟ مبتدع. طبعا الأستاذ حسن البنا رحمه الله خرج صوفي، يعني بدايته تكوينه كان صوفي في الطريقة الحصوفية، وبعدين تواصل مع العلامة محمد رشيد رضا والعلامة محب الدين الخطيب، وتشرب بعض الأصول السلفية، وهو كان عنده حركة ونشاط وهمة، فيبدو وجد ان يعني ما عندوش وقت يحقق الخلاف، فحاول أن يقنع نفسه أو هكذا أقنع نفسه أنه كل الخلافات اللي بين أساتذته من هنا ومن هنا خلاف فيها سائغ، فقال لنا دعوة سلفية وحقيقة صوفية، وقال لنا إيه؟ والبدع الإضافية مسألة خلاف بين أهل العلم. بجرة ألم كده كل بقى الإيه؟ كل البدع اللي كان بيعملها الصوفية في الوقت ده والسلفيين يمكنون عليهم، مش السلفيين بس، يعني وقتها محمود خطاب السبكي مؤسس الجمعية الشرعية كان عقديا أشعري، لكن في باب البدع كان على طريقة الشاطبي، فكان أيضا عشان كده البعض بيصنفوا ساعات إيه؟ سلفي، يتوهمون إنه هو سلفي. فهو قال لا خلاص الباب ده كله، وبالتالي يعني جماعة الإخوان منذ نشأتها وهي متصالحة مع البدع. وبعدين بيجي يعني مشكلة الإخوان بقى بعد ما حصل عندهم تضخم في الاعتزاز بنفسهم، اعتبر يعني أقواله سنة لا يجوز مخالفتها، أو يعني اعتبر أقواله قواعد شرعية، وبالتالي هو بيقول إيه؟ اقفل باب البدع عشان الوئام. فالبدع الإضافية كلها الخلاف فيها سائغ. فلو أنت رأيك ورؤيتك إن البدع الإضافية أنها تفتتح باب ضلالة اتباعا لابن مسعود رضي الله عنه، ورديت على البدع دي بكل أدب وبدون معارك حتى من يعني، فأنت عندهم متطرف وضال ومضيع للوحدة الإسلامية. فإذا كان أنت السنة الأصلية سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتصر لها هذا الانتصار، خلاص يا عم انت رأيك يعني تتوائم وده اجتهادك، لماذا دافعت عنه بهذه الشراسة؟ لو كان كده فيها شراسة يبقى كان من الاول تدافع عن ايه؟ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك مدرسة الوحدة اللي اسسها الاستاذ حسن البنا وبعدين خدها منه بعد كده السرورية وغيرهم، كلهم في النهاية بيقعوا في تناقض رهيب، ان هو يدعوك الى تجاوز خلافات احيانا جوهرية، ده بيقولك تجاوز خلاف مع الشيعة او كذا من باب الدعوة للوحدة. طب لو انت رفضت كلامه يعاديك كما لو اكثر مما يعادي الشيعة، وخلاص الشيعة مع سبهم للصحابة بيقول المصلحة اجتهاد المصلحة انه يتوائم معاهم، طب وبتوع البدع يتوائم معاهم، فإذا رددت أنت على هؤلاء خاصة ده اجتهاد مش اجتهاد، ده كلام الصحابة بيطبقوا، فلا يطبق عليك قاعدة التعاون والوئام، بل يطبق عليك قاعدة أنك خرجت عليه وخرجت وعليه تبقى تساوي على الأمة، وكأنك خرجت على الأمة وأنت
وهذا ما نراه يعني عبر تاريخ جماعة الإخوان، وده أحد أبرز مشاكلهم. طيب لا نرجع برضو للرسالة. يبقى البدعة هو قسمها لي البدعة عقدية وبدعة في عملية في باب العبادات. باب البدعة في باب العبادات النوع الأول إنه يأتي بعبادة لا أصل لها في الشرع، ده النوع الأول من النوع الثاني. أنا قال لي بدعة اعتقادية وبدعة عملية، والبدعة العملية أول نوع منها أن يأتي بعبادة لا أصل لها إيه في الشرع. فين بقى البدعة الحقيقية على اصطلاح الإمام الشاطبي الاثنين دول اللي هي البدعة العقدية وإيه والعبادات التي لا أصل إيه لها؟ طيب الكم نوع اللي جايين دول اللي الشاطبي رحمه الله سماهم لنا بدع ايه؟ إضافية. هو لا طبعا النوع الثاني اللي هو قايله بالزيادة الواضحة ده هيدخل في البدع الحقيقية، لو ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر يبقى زود في العبادة ذاتها مش زود صفة، يبقى ده برضه هيدخل في البدع الايه؟ الحقيقية. النوع الثالث ما يكون في صفة أداء العبادة بأن وأديها على صفة غير مشروعة وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة. هنا البدعية جت منين؟ إنهم يتوافقوا يرددوا، ده الجماعي، ده معنى كلمة إيه؟ جماعي. وكمان الإيه؟ المطربة. وكالتجديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة، وده كثير بقى من البدع اللي هو أأتي الوقت وأخصصه العبادة ذاتها مشروعة لكن أنا جعلت الوقت ما فضيلة لهذه العبادة لم يأتي به الشرع. ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع ولكن تخصيص وقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها كل بدعات ضلالة وذا ذكرناه. طيب آخر حاجة هنقولها ونختم بإذن الله تبارك وتعالى، ماذا عن العلماء اللي قالوا ان البدعة هي ما احدث على غير مثال سابق وده معناها في اللغة، وبالتالي قالوا هي في الشرع تدور على الاحكام الخمس. الشيخ الفوزان هنا بيكلم بيقول من قسم البدعة الى بدعات حسنة وبدعات سيئة فهو غالط ومخطئ ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. العبارات تحتمل من التخفيف ولكن مع الحذر الشديد ان ده يؤدي الى قبول الايه البدعة بناء على ما ذكرناه. بناء على ما ذكرناه لسه ما قلناش لدول، هل يوجد شيء يسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا. يبقى اللي قالوا ان البدعة هي الشيء المخترع في الدين، او تعريف بقى الشاطبي لها هي طريقة في الدين ايه مخترعة، المخترعة دي اللي هي اصل معنى كلمة بدعة لغة ولكن تضاهي الطريقة الشرعية يراد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب الى الله أو يراد بالسلوك عليها ما يراد بالطريقة الشرعية، فيقوم عشان يدخل معايا العادات اللي الناس عايزة تنقلها للعبادات. ده تعريف الشاطبي. ويبقى إذن كلها إيه؟ مذمومة. يقول لي طيب أنت دلوقتي إحنا بنكمل على التقسيم المختار عندنا. التقسيم المختار عندنا إن هعرف البدعة بمعناها الإيه؟ الشرعي عشان احافظ على عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. قالك انت حافظت على عموم الحديث لكن خالفت حديثا اخر. تقول له ايه هو؟ يقول لك حديث من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة.
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الجواب احنا كنا بنتكلم، هل هكرر لك الكلام تاني كده ايه واضغط على بعض الألفاظ، هل يوجد، والإجابة بناء على التقرير اللي قلناه، هل يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الإجابة لا. إذن ما الجواب على من يقول قد ذكر في الحديث من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة؟ يبقى انا عندي السنة في اللغة هي الايه؟ الطريق. اولا انا في الحديث ده هل ينفع افسر كلمة سنة بانها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير؟ طب هل ينفع افسر كلمة سنة بانها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر ما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى ايه؟ حسنة وسيئة. يبقى هنا هضطر افسر سنة بانها الطريقة بس، وأكيد الطرق بعضها حسن وبعضها سيء. ويبقى من سن في الإسلام سنة أي طريقة حسنة، من أين يستفاد حسنها؟ من الشر. ومن سن سنة سيئة من أين يستفاد سوءها؟ من الشر. طب إمتى تكون سيئة؟ لما تكون معصية أو بدعة. طب سبب ورود الحديث هو الرجل عمل شيء من السنة أو من البدعة؟ ده هو جه وفد فقير للنبي صلى الله عليه وسلم فحثهم على الصدقة، أجاء رجل بصورة كبيرة كادت يداه أن تعجز عن حملها بل قد عجز، وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس على الصدقة. بدأ هو الصدقة اللي هي مأمور بها شرعا، بل ومأمور بها في هذا الموطن أمر جديد وخاص، حس على الصدقة فبدأ فتتابع الناس على ذلك. يبقى ده الحديث في سنة حسنة وسنة إيه؟ سيئة. والسنة السيئة هتكون إما معصية وإما بدعة. طيب هل يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ قلنا لا. طيب لو فصلنا البدعة باللغوية يبقى في بدعة حسنة وبدعة سيئة أم لا؟ في. بالتالي بعض العلماء قال البدعة هي طريقة مخترعة، ما قالش طريقة في الإيه؟ في الدين. وبالتالي لما سألنا عن حكمها قال وتدور على الأحكام الخمسة. هم مش اخترعوا الـ 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 مش عارف أغاني المهرجانات واخترعوا مش عارف إيه، دي هتبقى عنده إيه؟ بدعة، بس إيه؟ محرمة. ماشي، هيبقى عنده بدعة مكروهة، حاجة حدثت جديد ولكن فيها يعني ضرر ليس غالبا. هيبقى عنده بدعة مباحة هيحط فيها ايه؟ السيارة والطائرة وكل الكلام ده، لانه هو تعريف البدعة عنده ايه؟ وهيبقى عنده بدعة محرمة. ده الى الان تفتكر يعني نقول احنا موافقينه ولا مخالفينه؟ هقول له اذكر لنا ضابط البدعة المحرمة عندك، فان قال هي البدعة في الدين فقد اتفقنا، وإن قال أنها هي البدعة في البدعة الحقيقية في الدين مثلا يبقى بدأنا إيه؟ نختلف. يبقى إذن هو هذا التقسيم بيبعد يعني بيت القصيد عن موطن الدراسة. إحنا بنرفضه أولا لطوله، ولأننا جايب مباحث بتاعة الحرام والمكروه والمباح في باب البدعة وأنا مش محتاج أكررها، ولأن الحديث يقول كل بدعة ضلالة وأنا هقول بل البدع قد يكون منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، فحتى اللفظ ليس أجود ما يكون في مقابل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا سيظل الخلاف الحقيقي
أن نقول له إذن أذكر لنا ضابط البدعة المحرمة عندك، أخذا من حديث كل بدعة ضلال، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأثر ابن مسعود رضي الله عنه، وأثر لا تحصى كثر عن ابن عمر رضي الله عنه. لما يعدلنا بقى البدعة المحرمة والمكروهة والمباحة، وطبعا ممكن يبقى عنده بدعة واجبة زي مثلا ايه جمع المصحف، هيبقى عنده دي كلها بدعة ايه واجبة بدعة مستحبة، قوله خلاص انا بس هات لي الايه البدعة المحرمة ضابطها عندك ايه. المعاصي الجديدة ده متفقين على انها محرمة، هتدخل عنده هنا بتعريف انه ما احدث فقط دون ان يقيده في الدين، يبقى المعاصي الجديدة هتصنف عنده انها ايه بدعة محرمة. ماشي، ودي مش هتبقى نقطة خلاف. نقول له بقى نعكس المسألة، انت تقسيم البدعة عندك خمس اقسام بسيدي مفيش مشكلة. ما تقول فيما احدث في الدين؟ لو قال انا بصنفه في البدعة المحرمة نقول الخلاف. طب ايه رأيكم، نقول لفظي ولا قريب من اللفظي؟ الناس اللي بتقسم البدعة اللي بتقول البدعة بالمعنى اللغوي، بيقول ما أحدث على غير مثال سابق، وبالتالي حكمها عنده هقول تدور على الأحكام الخمسة. في بدعة واجبة زي جمع القرآن، وفي بدعة مستحبة زي مثلا كتب العلم، وفي بدعة مباحة لأن الأصل في الأشياء، وفي بدعة مكروهة اللي هي الأشياء اللي الضرر فيها غير غالب، وبدعة محرمة اللي هي المعاصي، وده كله خلاص قال لي مثال على كل حاجة. فأنا مضطر كده، ما زلت ما وصلتش لبيت القصيد، هسأله السؤال بقى المباشر، ما حكم ما أحدث في الدين عندك على غير مثال سابق؟ ما حكم ما اخترع في الدين؟ فلو قال لي بدعة محرمة أنا بصنفه عندي جوه المحرم، هل اتفقنا ولا لسه في خلاف؟ ايه الخلاف؟ لا، ما هو بيقول لك كلها عندي محرمه. هقول له بس الخلاف انصحك ان تغير ترتيبك لتوافق نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ادبا معه، وتقول البدعه كلها مذمومه عملا بحديث كل بدعه ضلاله، ثم تنبه ان هذا انما يختص بامر الدين وهو هو، هيبقى كأننا متفقون ولكن نرى أن الصياغة لم تحقق الأدب الكافي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو قلت له بقى الطريقة المخترعة في الدين، فقال لي إن كان أصلها مخترع فهي محرمة، وإن كان مما له أصل فهي مباحة أو مكروهة، منهم اللي يقول كده منهم اللي يقول كده، نقول له إيه؟ فسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كله بدعات ضلالة. انت ما عملتش كل، لم تعمل عمومة كل، صح؟ بس قيدتها بايه؟ لو قيدتها بالدين رجعت الى وقيد، ده احنا بقى جبناه منين؟ في من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انما لما انت رحت خليت قلت بل ليست كله بدعات ضلالة، انا امال ايه؟ قال لك انا هرجعها للقواعد الشرعية بعيد عن هذا الحديث، وكأن الحديث ده هو عطل العمل به تماما. ده هو لكل مسألة هيروح يدور لها على أصولها، وكأنه لم يخاطب بأن يجعل كل بدعة ضلالة. فهو حاجة من اتنين، يا كل بدعة ضلالة على إطلاقها وده لم يقل به أحد، وإما أن يقيدها في الدين، وإما أن يكون قد عطل العمل بالحديث. وكل مسألة هيقول لك لا أنا مش مع أنها بدعة، أنا لم أستفد شيء من هذا الحديث، هروح أدور بقى أصنفها في الواجبات ولا في المستحبات ولا في المباحات. إذا هذا هو بيت القصيد. يبقى اللي بيقسم، اللي بيتعامل مع البدعة بمعناها اللغوي، طول المسألة جدا على الباع، على من يتعلم المتعلم والمتلقي، خالف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر ما وصلناش لحاجة، ما زلنا محتاجين نطرح عليه سؤال، ما قولك في البدعة التي في الدين؟ ويبقى أنا كل الكلام ده هضطر ألغيه وأقف عند قوله في البدعة التي في الدين، وبناء عليه أحاكمه مرة أخرى
للحديث وطبعا الآيات الآمرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي تقول كل بدعة ضلالة ومن أحسن فيها من هذا رد، الآثار عن الصحابة بالذات أثر ابن مسعود اللي هو فيه مجرد صفة يسيرة أضافها هؤلاء القوم إلى ما فعلوا. وعشان كده العلماء بيحملوا يعني بعضهم بيحمل بشدة على من يقولون إن البدعة تدور على الأحكام الخمسة، ومن ثم هيقولوا تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. طبعا ده هتقول له إذا قلت على طريقة من يقول إن البدعة هي ما أحدث على غير مثال سابق دون أن يقيدها بالدين وبالتالي تدور حول على الأحكام الخمسة، هل عنده بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ أكيد نعم، الأحكام الخمسة منهم. يبقى إذن يبقى لو قال بدعة حسنة وبدعة سيئة، ونعكس المسألة بقى، اللي يقول إن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة نقول له أنت بتتكلم على أنه بدعة، معناها اللغوي ولا معناها الشرعي؟ معناها اللغوي خلاص هنوافقك، مع أننا كنا نود أن توافق اصطلاح النبي صلى الله عليه وسلم على البدعة، إن هو أطلق كل بدعة إشارة إلى أنه يتحدث عن أمر الدين، فكان الأولى أن يكون الاصطلاح متماشيا مع هذا. لكن نعدي دي ولغاية هيبقى في الآخر برضو بيت القصيد نرجع نسأله عن البدعة في الدين، ما هو موقفك منها؟ يعني ده خلاصة يعني أهم المسائل التي في معرفة البدعة وقواعدها والفرق بين أقوال العلماء فيها. طبعا التطبيقات كما ذكرنا في معظم يعني كتاب الإبداع في مضالة الإبداع تقريبا مستفرق معظم الأمثلة، والرسالة دي كانت رسالة صغيرة احنا اخترناها فيها مثال بتاع الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا يعني بقية الأعياد، وفيها التبرك كمثال لبدعة، الطواف بالقبور والتبرك بها كمثال لبدعة عقلية، فممكن برضو تتشاف. السؤال على الرقية، الرقية جاء فيها الإطلاق لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ودي بعض الشبهات اللي بيستعملوها. احنا لا ندور مع الشرع حيث دار، الشرع اطلق باب الرقى، ومع هذا يتاكد وبشده لا سيما في هذه الازمنه الاقتصار في الرقية على المأثور، ولكن يبقى ان في اذن، لكن نتمنى لو يتم هذا. استعمال السبحه لما هنا كويس، احنا قسمنا الايه المعاملات خدناها على جنب العبادات، وبعدين قلنا وسائل العبادات الاقرب ان نجري عليها قاعده المعاملات مع بعض التحوط من انها تلتصق بالعباده او تغير شيء من صفاتها، لكن طول ما هي ما زالت وسيله ونيه العباده متوجهه للعباده ذاتها يبقى دي هيبقى الاصل فيها الايه؟ الاباحه. لكن لو ان هناك وسيله من وسائل العبادات واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق الغرض فتظل اجود من اي وسيله ايه؟ اخرى، وبالتالي ده هيخلي نموذج لحاجة اسمها بدعة مكروهة. هو السؤال كان بيسألني على تفتكروا بيسأل على ايه؟ السبحة. السبحة النبي صلى الله عليه وسلم واظب على عقد التسبيح بالأنامل، لكن هو العدد الطريقة اللي بعد بيها دي هصنفها عبادة ولا وسيلة للعبادة؟ وسيلة للعبادة. إذن الراجح في السبحة أولا نعدها بدعة ولا لا فيها نظر. ليه؟ لأنه ثبت أن بعض أمات كانت تستعمل الإيه؟ الحصى، فيبقى السبحة مش محدثة قوي، ولكن هي عموما شيء أحدث بقى أنها تبقى حاجة
بتنقل وكده هنصنفها انها بدعه لغويا، يعني بدعه جديده وفي وسائل العبادات، ولكن زاحمت وسيله حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليها فضل، وان الانامل تشهد لصاحبها، فيبقى معنى كده هنصنفها انها بدعه ايه؟ مكروه. انها بقى فيها نوع من الرياء، وفيها ممكن تدخل معاصي اخرى، وده السبب اللي البعض حرمها. لكن هي ده نموذج لان هل يمكن ان توجد بدعه مكروهه؟ نعم، اذا كانت في وسيله العباده وزاحمت وسيله كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا هي تركت جزء معدود من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العباده الاصليه تمت والجزء ده طبعا ما لم تعتقد فضيلته. يعني طبعا لما اتكلم هنا بقى اللي هيقول ان دي افضل او يعتقد لها اي فضيله هتبقى دخلت في البدع المحرمه، وكمان لو انها تؤدي الى معاصي اخرى زي الرياء او نحوه. وكويس بقى نقول ما دي سبحه برضه، نقول بقى مساله مهمه جدا. احنا اتكلمنا على سد الذرائع مش كده؟ قلنا شيء يكون الاصل فيه الايه؟ الاباحه، ثم الاعتبارات تطرأ في زمان ما نجد انه الغالب ان يؤدي الى مفسده، فتكون الفتوى لاهل هذا الزمان ان الشيء ده ايه؟ ممنوع سدا للذريعه. هل باب البدع ممكن حد يجيب لي بالذات في موضوع وسائل العبادات وسيله ما فاجد هو وسائل العبادات احنا بندوش عليها قاعده الايه؟ قاعده المعاملات مش كده؟ لكن يرى اهل العلم انها تفتح باب شر، فيقولوا الاصل انها ليست بدعه ولكن ينهى عنها سدا للذريعه. ممكن الاقي كده؟ ممكن الاقي كده. وبعض العلماء بيرى ان السبحه كانها شعار لحزمه بدع اخرى، فبيدخلها في باب البدع من باب سد الايه؟ سد الذرائع. اذا باب البدع بيعمل فيه سد الذرائع، بيعمل بيه فين؟ في موقف زي ده، وبيعمل بيه فين كمان؟ اذا توافق الناس على تخصيص زمان بعبادة ما، لأنه شخص مشهور أو مقتضى به أو مجموعة من الناس بيحافظوا على شيء ما، ليس اعتقاد أنها أفضل من غيرها، إنما اعتقاد أنها إيه؟ أيسر من غيرها. هل دي تبقى بدعة؟ يعني لو إن واحد مثلا بيشتغل في الصحراء او في البحر، فبيشتغل 20 يوم ويرجع 10 ايام، او الحاجات النماذج دي، ال 10 ايام دول هيصومهم لانه ما بيصومش في ال 20 تانيين خالص، هو خصص ال 10 دول، لكن هل اعتقد فضيلتهم؟ هل تعبد بعينهم؟ يبقى دي بدعه ولا مش بدعه؟ مش بدعة. بس أولاده لما يطلعوا يلاقوه على طول كده وارد يظنوا ان دي سنة، ولو هو عالم يقتضى به وارد الناس تظن ان دي سنة، فإذا قالوا سدا للذريعة ما يواظبش على هذا التخصيص الذي كان بغير مخصص، ولم يقصد إلى التخصيص. ولذلك سؤال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ان يجتمع الاخوان، يعني بقى بعد اي درس بعد اي شيء، على الدعاء، قال لا يكثروا. الاصل ما فيهوش مشكله، يعني ناس مجتمعين والدعاء، قال لا يكثروا اخشى ان يتخذ سنه. يبقى هنا عندي برضو اعمال قاعده سد الذرائع في الامور التي من الوارد ان يقول امرها الى ان تكون ايه؟ بدعة. ده جزء كبير جدا ومهم، وعلى فكره برضو مهم جدا لما انقل فتوى
معرفة الحكم بدليلي، لانه يعني فرق اقول دي بدعة لانها طريقة في الدين مخترعة، وبين ان دي وسيلة عبادة بس يعني كان الاصل فيها التوسعة، لكن نخشى سدا للذريعة. اول يعني مراعاة درجة الخلاف مع المخالف، ان وجد مخالف فهم المسألة، فهم حتى موضوع سد الذرائع ده ممكن يختلف، يعني ممكن يرجع تاني الذريعة تزول، ممكن يرجع سد الذرائع بيعارضه حاجة اسمها فتح الذرائع، يعني انت عمال تدور على مفسدة عمال تسد عليها، وبعدين تلاقي ان دي هتؤدي الى مفسدة اكبر فتقوم فاتح. مثاله موضوع كارثة المرأة للسيارة. فتاوى العلماء في السعودية فضلت كتير جدا على التحريم، وفي الواقع ما كانش يعني فاتهم التنبيه على انه اصله الاباحة، وان هم بيقولوا التحريم من باب ايه؟ سد الذرائع. لما جت بقى في هجوم علماني وضغط دولي وحقوق المرأة، فلقوا ايسر حاجة ممكن يتكلموا فيها الشيء اللي هم منعينه سدا للذريعة ده، بالذات ان الذريعة بتقل مع وجود الموبايلات ووجود يعني ممكن يعني حتى لو امرأة سايقة العربية لوحدها يعني يبقى ما جي بي اس مش عارف ايه، يعني الخطر او كان زمان عندهم شايفين طرق واسعة ومترامية الاطراف يعني وطبيعة الحياة هناك، فالمرأة لما تقود سيارة حصل لها عطل هتبقى في حكم الخلوة او اكتر او مقارب، او يعني عشان تستدعي حد يصلح السيارة او حد ينجدها حتى وينقلها هي الى، فده اللي كان مبني. المشكلة هنا هم ما صرحوش اولا بان التحريم سدا لايه؟ للذريعة. وبعدين لما جوا يقولوا فتح الذرائع عشان ان بدأت في مفسدة اكبر، او حتى الذريعة قلت بلاش بقى في مفسدة اكبر، لما قالوا بالاباحة اهتزت الصورة لدى الناس، اهتز انتوا كنتوا تقولوا حرام وبعدين تقولوا ليه مباح الان، فيعني وبرضه ده اللي بنؤكد عليه، حتى المدرسة ديت انها مدرسة معظمة للدليل في باب الفتوى، لما قالت الفتوى مختصرة حصل مفسد، وده اللي بنؤكد عليه ان احنا الفقه بنتعلمه بدليلي. يعني الاول ننجو من العصمة، يعني ننجو من فتنة ان حد يفتن من اهل العلم من ناحية، وناحية اذا الامور التي تتغير نبقى عارفين مبررات تغيرها او نحو ذلك. المهم ان باب البدع يعمل فيه بسد الذرائع، ان المسألة حكمها انها ليست بدعة، ولكن نجد لقراء معينة انه يغلب على الظن ان تؤدي الى بدعة، يغلب. وانت عشان تجعل شيء ممنوع في قاعدة سد الذرائع لازم يكون انه صار احتمال ان يؤدي الى المفسدة غالب، فاذا غلب على الظن ان ده يؤدي الى بدعة فيمنع، يبقى اذا الحكم الاصلي لاستعمال السبحة الاول لو صنفناها كبدعة لغوية تبقى بدعة، يعني انها جدت ما كانتش موجودة بهيئتها دي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين هنقول انها في باب وسائل العبادات، وفي باب وسائل العبادات في مزاحمة لوسيلة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنخليها مكروهة، نقول حكمها انها مكروهة او بدعة مكروهة، يعني هتبقى لا مشاحة في الاصطلاح. وبعض اهل العلم يقول بل ذريعة الى بدع اخرى فتمنع. ده خلاصة الكلام على السبحة، وهي مثال تطبيقي لحاجات كتير كويسة ما كناش استكملناها في الدرس او كانت فاتت مننا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.